صرح الدكتور علي بن فضل البوعينيل النائب العام بأنه في إطار تطبيق قانون العقوبات البديلة واستمرارا في تنفيذ التوجيهات الملكية الصادرة لسائر الجهات المعنية بالمملكة بالتوسع في تطبيق أحكام القانون مراعاة لما تقف عليه من ظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية المبررة لاستبدالها بالعقوبة السالبة للحرية لما في ذلك من صالح المجتمع وحفظ مقوماته البشرية. فقد تلقت النيابة العامة طلبا من إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية للنظر في إبدال العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على عدد من نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وذلك في ضوء نتيجة بحث الإدارة لأوضاعهم وظروفهم الشخصية والذين لا تتوفر فيهم الخطورة الأمنية. وقد انتهت النيابة العامة إلى تطبيق أحكام ذلك القانون على 60 من المحكوم عليهم والذين قضوا نصف مدة العقوبة السالبة للحرية باستبدال بعض العقوبات البديلة ببقية مدد العقوبات المقضى بها على أولئك المحكومين، وذلك بعد دراسة أوضاعهم في ضوء الشروط والضوابط المقررة بقانون العقوبات والتدابير البديلة. هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات المقررة بالقانون وفقا لما انتهت إليه هذه الدراسة، وأصدر قاضي تنفيذ العقاب قراره بإبدال مدة العقوبة السالبة للحرية والمتبقية على هؤلاء المحكوم عليهم، وذلك بإلزامهم ببعض أنواع العقوبات البديلة التي تتناسب مع الظروف الراهنة. من ناحية أخرى، أوضح النائب العام أن السياسة العقابية التي تنتهجها مملكة البحرين في ضوء قانون العقوبات البديلة والتوجيهات الملكية السامية والتي تقوم على وضع الاعتبارات الإنسانية والظروف الاجتماعية عين الاعتبار بما لا يخل بمقتضيات العدالة أو بالحقوق الخاصة، فقد أتاحت مجالا مناسبا لإعادة تقييم العقوبات على أساس هدفها الإصلاحي مع الأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية والإنسانية للمحكوم عليهم بل والتغيرات المؤثرة التي تطرأ على المجتمع. لهذا فإن دراسة أوضاع المحكوم عليهم لتطبيق القانون تستند على هذه المعايير مجتمعة، كما أنه تطبيقا لهذا النهج ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم وأجمع، فقد صدر في الأونة الأخيرة المرسوم الملكي السامي بالعفو عن 901 لكل تلك الاعتبارات والدواعي، وبالتالي فإن إجمالي نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الذين شملهم العفو السامي بالإضافة إلى من استفاد من إبدال العقوبة السالبة للحرية خلال الشهرين الماضيين وحتى الآن قد بلغ 1793 نزيلة. تمضي مملكة البحرين بخطوات واثقة وبتوجيهات ملكية سامية في التوسع بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والذي استفاد منه خلال الشهرين الماضيين وحتى الآن حوالي 1793 نزيلاً، وذلك بعد تطبيق النيابة العامة أحكام القانون على 60 من المحكوم عليهم الذين قضوا نصف مدة العقوبة السالبة للحرية. أشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء ولي العهد وكل من شارك في البرنامج وعنده إن شاء الله. مضاف لي طبعاً، يعني ما كان عندي أي علم بالزراعة وهذا والترتيب الأشجار، ما كانت عندي أي خلفية، فمن هذا البرنامج استفدت هذه المهارة اللي هو ترتيب الأشجار، زراعة الأشجار. وفي هذا الإطار جاءت توجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بتطوير آليات جديدة للتوسع في تطبيق القانون وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم بغرض إصلاحهم وتفاعلهم الإيجابي مع محيطهم المجتمعي لتعود بالنفع العام على المجتمع. اليوم ما شاء الله فكرتي تغيرت نهائيا. البرنامج جدا مفيد في العناوين والدورات، جدا مفيدة، عزز عندي مهارة التقييم، استعملتها استفدت منها حتى لدرجة في شغلي واجد تطور مني. وتؤكد هذه الإجراءات الحضارية أن التماسك المجتمعي يمثل جوهر العمل الوطني وأساس نهضته من خلال منظومة وطنية تجسد حقوق الإنسان واقعا حياتيا، حيث تضافرت جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسخير كافة المتطلبات لإعداد البرامج وتحديد المهام والمسؤوليات التي من شأنها
تنفيذ كافة بنود قانون العقوبات البديلة.